نعهدكم أن البرنامج تاعي مبني على شيئين أساسيين، هو التربية والتعليم والتكوين والتعليم العالي، وأيضا الصحة. لأن إذا كان ربينا جيل تربية حسنة وأيضا قمنا به صحيا، راح نكون هذا الإنسان اللي حقا هو رأس مال كل أمة. أنا مدير ثقة كبيرة في الشعب الجزائري، وعندي أمل أن الشعب الجزائري يقف معايا.